والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى رغدة أبو ليلى، تفضلي رغدة. شكرا لكما إيمان منصور وسحر ناجي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تستهدف حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما تستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2.1 تريليون جنيه. وأوضح المركز الإعلامي في عرض معلوماتي حول مستهدفات الموازنة المالية الجديدة أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376.4 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6%، وسيكون للأجور تعويضات للعاملين نصيب مهم من مخصصات الموازنة، حيث يتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة. ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة، حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. أعلن مركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 362 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي. وأوضح المركز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت 184 مليون دولار بنسبة 72%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال شهر يناير 178 مليون دولار لتنخفض بنسبة 23% عن الشهر السابق. عقد رئيس البورصة المصرية محمد فريد لقاءين مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، وذلك لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم. وقال رئيس البورصة المصرية إن اللقاءين شهدا حوارا مع كافة الأطراف لتقييم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم، كذلك بحث كيفية التوصل إلى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس. وأضاف رئيس البورصة أن اللقاءين شهدا تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وذلك للعمل على إزالة كافة المعوقات مع تبسيط المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية. وإلى البورصة المصرية، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعات طفيفة عند الإغلاق مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 688.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10462 نقطة ليغلق عند 10514 نقطة مرتفعا بنسبة 0.5%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1841 نقطة ليغلق عند مستوى 1843 نقطة مسجلا 1.1%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2771 نقطة ليغلق عند مستوى 2775 نقطة مرتفعا بنسبة 12%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.43% للشراء و18.35% للبيع.
بالنسبة لليورو وصل إلى 19.64%، 19.55%. الجنيه الإسترليني 23.18%، 23.07%. الدرهم الإماراتي 5.2%، 4.99%. أخيرا الريال السعودي 4.91%، 4.89%. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1856.41 دولارا للأوقية، وعيار 18 وصل إلى 830 جنيها للجرام، أما عيار 21 وصل إلى 1085 جنيها للجرام، عيار 24 1240 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8680 جنيها. أنهت أغلب مؤشرات الخليج التعاملات على تراجع مع خشية المستثمرين من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيقودان آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 8%، كما تراجع مؤشر الأسهم في بورصة أبوظبي 2.2%، كما امتدت الخسائر للمؤشر الرئيسي لبورصة دبي ليتراجع بنسبة 2.5%، مسجلاً أكبر تراجع في المنطقة. وتراجع كذلك مؤشر البحرين بنسبة 6% في ختام الجلسة. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إيمان منصور وصاحب راجي، إليكما. شكرا جزيلا لك رغدة.